معانا الفنان الكبير اللي انا بحبه قوي، استاذ رضا حامد. مساء الخير يا فندم. رضا ادريس. رضا حامد. وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ ازي صحتك؟ منور فضفضه مع روبير. ومعانا استاذ مجدي شكري في سهره فنيه. اهلا وسهلا يا حبيبي. اهلا بيك يا استاذ رضا. اهلا بيك يا حبيبي. حضرتك يعني مشهور او اتشهرت قوي باللازمه اللي هي بتاعت بعت كده. فرصه وحضرتك زي بعض زي بعض. زي بعض زي بعض. الحاجه دي احنا ما شفناش حد عملها تاني. النهارده ايه الفكره جات لك ازاي يا استاذنا؟ يعني جات لي من قعدات الاصدقاء، ولما كنت بتكلم كده فبيفهموا حاجه تانية، فبدات احس ان دي ممكن يتعمل معاها حاجه لذيذه جدا نفرح بيها جمهورنا ونبقى سعداء مع بعض يعني. طب يعني ونفرح بيها جمهورنا وجمهور فضفضه مع روبير، وانا بتكلم معاك احنا عايزين نفرح برضو. طب وانا معايا روبير. انا روبير يا فندم، هو المقلبص ده اللي بيكلمك. والله انا كنت انا عايز حاجه متخيل ان هي بتمص من حالي عايز اديها، اقسم بالله. ما انا برضو كده بقول لي ده، قلت هو ده ولا ما يخش على طول. ما انا عملتها معاك يا روبير دلوقتي. ما انا عملتها معاك انا برضو. عملتها معاك يا روبير يا جميل. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا استاذنا. كده على طول يا رب. واحنا نتشرف ان شاء الله برضو نبقى نيجي نفضفض مع بعض ونشوف المواضيع ديت على الهواء ان شاء الله. ان شاء الله كده يا رب كده نتقابل عن قريب. كل سنه وانتم طيبين ووقت حلو مع بعض، وفضفضوا بقى مع بعض وخليكوا مفضفضين يا حبيبي. وحضرتك بخير. ومعانا الفنان مجدي شكري لو عايز تقول له اي حاجه. ما انا بقول لمجدي اهو، يعني فضفض بقى مع روبير يا مجدي. واللي انت مش عاوز تقوله ها ابدا بقى، اللي انت مش عاوز تقوله اوعى تقوله. روبير هيسيح انت حام يعني. لا مفيش حد سامعنا احنا الثلاثه. شكرا شكرا يا فندم. كل سنه وسعادتك. كل سنه وانتم طيبين يا فندم. كل سنه طيب. فنان جميل طبعا. فنان جميل.